حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. طبعا معايا المدوقه زي البندقه الثانيه بتاعتي انتمتي، ومعانا الانتيمه الثالثه، ومعانا الانتيمه الرابعه. اتكلمي على فنزتي زيكم. ودي ندى معانا هنا، ندى الثانيه بتضحك. ومعانا هنا نوره ودي دينا. فاحنا قلنا نصور لكم النهارده خروجتنا مع بعض. بصوا يا جماعه، شايفين يا جماعه الحلاوه بتاعتي اللي انا طلبتها؟ وريهم طلبت ايه. انا طلبت فندق عشان انا بحب الفندق. ودي نوره لوتس طبعا، زي واحده عارفه الشوكولاته. بتاعتي شكلها جميل قوي. بتاعتي بتاعتي شكلها كيوت. يا جماعه، بما ان الشيف بتاعتهم يعني قلقاه وبعرف في الاكلات، فانا قررت ان هدوق من كل واحده. هدوق من كل واحده واقيم لها بتاعتها. اول طبق يجي، محدش هيدوق مني. دي اول واحده يا جماعه هدوق منها. يا فاق ايه كده؟ ده ورق ذهب. دي حلوه جدا بس صغيره قوي. يعني واحده يعني كانت طالبه لوتس قلبت معاها بقرش. من حس من حس كتير. بس بصي هقول لك حاجه، انت تدوقي منهم. دي واحده نزلت زحليقه. انت تدوقي منهم كلهم وانا اخر واحده عشان تكوني شبعتي. لا انا هدوق من دي. لا بقول لهم كده، انا حاطه طبقي فين؟ نزلت انا بعد طبقي على النوم. في واحده طالبه بندق جات لها فول سودان. دي عجبتني اكتر واحده شويه. دي حلوه بتاعتي مقرفه صغيره. لا بقى بتاعتي يا جماعه فمحدش طاغي. عايزين تدوقوا؟ لا دوق. عمرنا ما كنا عايزين ندوق. دوق دوق. ثلاثة دقوا. قلنا على ايه؟ تقولي قولي يا نورا اللي كنت بتقولي. انا بقول عادي يعني. هتعزمينا ايه؟ قول بقى الكلمة انت قلتي. انا بقول اللي انتوا عايزينه. ان انتوا عايزين. وقالت ان دلوقتي يا جماعة معانا واحدة قالت ان هي عاوزة تعزمنا وعايزة تحس باحساس ان هي بتعزم صحابها. مش انا طبعا. مش هي طبعا. هي واحدة ورا الكاميرا بس هي محروجة تقول. فقولي يا نورا. اقول ايه يا جماعه؟ في ناس دايما اللي هو ايه ده، انا عايز اعزم اصحابي ومش عارفه ايه، وانا اللي هحاسب على القعده الحلوه اللي احنا قاعدينها دي والجو ده. فانا عادي يعني عايز تحسي الاحساس. انا طلبت منها نص كباب ونص كفته واروح اعزم الدوتيك شوي. انت عايزه ايه؟ انا عايزه طاجن نوتيلا. عايزه بيتزا. ابني بقى عايز نجريسكو. ابنها اللي في بطنها. وانا مش عايزه اعرفكوا تاني. قولي يا دينا، قولي يا دينا، معانا واحده ثالثه هنا. اطلبي يا دينا، اطلبي. انت ايه دي؟ حرام. دينا عايزه نص خروف. لا بصي، انت عارفانا بقالك كام سنه؟ من ثانوي 10 تقريبا. اه في الحدود دي. انا عايزه تعزمينا دلوقتي. انا غلطان، اتشكي في لساني بقول لكم والله العظيم. لا احنا عندنا دلوقتي كلمه ما بترجعش فيها. فلا خلاص، انا صدقتك. بيقولوا انا صدقتك وخلاص كحستي بطني على جبتي. وانا بصراحه يعني النونو عمل حسابه على كده. النونو بتاعها عامل حسابه خلاص ان هو ياكل بيتزا وطاجن نوتيلا. خلاص الناس حكم ما بيننا، مش هيشوفوا الحاجات دي ويقول عليا نصاب. لا بصوا يا جماعه، حكم ما بينكم، ولو ما عجبتنيش هطلع اقول. ماشي كده خلاص. انت خلاص قررت اللي هتاكليه؟ بس انا جهزت بطني. وهنا يا جماعه قررنا نلعب لعبه الاسئله، مين فيهم هيعرفني اكتر، ندى ولا نورا؟ فاحنا هنشوف، واللي هيخسر هيعزمنا، يعني هيعزمني على حاجه، يعني هيعزمنا كلنا على حاجه. فاول سؤال بقى، بس ردوا بسرعه. ماشي. شاي ولا قهوه؟ قهوه. شوكولاته ولا ايس كريم؟ واحد واحد. واحد واحد. اتنين اتنين. ليل ولا نهار؟ ليل. ليل. تلاتة تلاتة. أخرج ولا أقعد في البيت؟ في البيت. أخرج ولا أقعد في البيت؟ ونايمة. يعني هي صح؟ أخرج. قالت الخروج؟ أربعة تلاتة. صيف ولا شتاء؟ شتاء. خمسة إيه ماشي. حاجات مالحة ولا حاجات مسكرة؟ حلوة مسكرة. لا مالحة. خلاص بالك.
الاثنين ولا ايه؟ اه الاثنين؟ يعني دي صح ودي صح؟ الفرق واحد. الفرق واحد. برجر. برجر برجر. ها يعني بيت اكتر من برجر. يعني احنا الاثنين غلط؟ اه. طيب ماشي. افلام ولا اغاني؟ اغاني. جبال ولا شواطئ؟ شواطئ. بحر اكيد. اكتر حاجه بحبها في السنه الربيع ولا الصيف ولا الخريف ولا الشتاء؟ الشتاء. المادة اللي كنت بحبها في ايام المدرسة انجليزي ولا رياضة ولا موسيقى ولا تاريخ ولا اسمع عشان انت ما كنتش بتحبي المواد. طب ايه؟ استني استني مش عارفة يبقى كده نقطتين ندى زيادة مش عارفة. انا كنت طب اكتر مادة بكرهها الانجليزي. انجليزي صح. فرق نقطتين. نقطتين. اكتر صفة بكرهها الكذب وان حد يتكلم على حد من ورايا. صح. لما اكون زعلانه بعمل ايه؟ بتنامي او بتاكلي؟ ما كده متعادلين يعني. لا فرق نقطتين لنا. اكتر عصير بحبه البيبسي. عصير. بتحب الموهيتو؟ بتحب الموهيتو الليمون على نعناع ولا سبرايت؟ ايوه بس مين صح؟ الاثنين صح. صح بحب المانجو. مين صح؟ الاثنين صح. اكتر حاجه بتعصبني. اكتر حاجه بتعصبك كصفه يعني ولا حد بيعمل حاجه ان حد يقول حاجه ما حصلتش؟ صح. او حد يكذب يعني. صح. ونوره ايه؟ نقول مثلا ان تبقى لسه مرتبه وحد يكذب لها الدنيا. صح. هو حد لا يعني كذاب كده. فهي كده نوره ما عرفتش كده اسال واحد بس. فهي كده هي اللي خسرانه. فهي اللي هتعزمنا. فقوموا ورينا انت هتعزمين على ايه. يلا بينا نشوف يا جماعه. جماعه نوره علشان هي خسرت فعزمتنا على اندومي. فانت كده خلاص نفذت العقاب بتاعك. هما اللي اختاروا. احنا اللي اخترنا يا جماعه الاندومي.